اضم صوتي لصوت حضرتك للساده اعضاء الجمعيه العموميه ان يتوجهوا يوم 28 سبتمبر ان شاء الله. مفيش حد يكسل، ما نتوكلش، ما نقولش لا الناس هتنزل. بالزبط. كل صوت مهم جدا، حتى زي ما قدمنا للمجتمع المصري كله نموذج محترم في الحوار المجتمعي وفي اعداد اللائحه، نقدم كمان نموذج محترم في الاقبال على التصويت للائحه. انا بشكرك، انا اللي بشكرك، شرفتني. اشكرك ويعني انا مقدر جدا ان حضرتك كنت عايز تطلع معانا قبل السفر واجلت سفرك، تروح وترجع لنا بالف سلامه في خلال 4-5 ايام ان شاء الله. انت حريص انك تكون موجود طبعا. حتى اعضاء المجلس اللي هيسافر، رؤساء بعثات، كله ارجع اسفاره الى ما بعد 28 سبتمبر، فلا صوت يعلو فوق صوت لائحه النظام الاساسي. فانا اخر حاجه نقول ايه، انزل عشان خاطر النادي الاهلي، انزل عشان خاطر النادي الاهلي. وده افضل ختام ممكن نختم بيه مع المهندس خالد مرتجي، انزل علشان خاطر النادي الاهلي. نشوف هذا التقرير ثم اترككم مع زميلي العزيز الكابتن خالد العمر.